خلينا محمد نروح لأسوان، والحقيقة أسوان بيتم فيها إنشاء أول مجمع لإيواء الكلاب الضالة والخيول الشاردة، وده بتكلفة بتوصل ل 11 مليون و 300 ألف جنيه بهدف الاهتمام والرفق بالحيوان والحفاظ عليه من الأذى، كمان في نفس الوقت الحفاظ على سلامة المواطنين من مخاطر وجود حيوانات ضالة في الشارع. موضوع مهم جدا يا ليلى، بنعاني منه في أكتر من مكان، إزاي يبقى في مكان لإيواء الكلاب الضالة؟ نعرف تفاصيل أكتر معانا على الهاتف دكتور مدحت رمزي، مدير عام الطب البيطري بمحافظة أسوان. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. حابين في البداية كده نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر عن هذا المجمع، أول مجمع لإيواء الكلاب الضالة والخيول الشاردة والأحصنة في أسوان، فكرة جديدة ومشروع مهم وإحنا محتاجينه. بالضبط ما عليك كده، احنا عندنا في أسوان زادت شوية موضوع الكلاب الضالة، في توسع عمراني حصل في محافظة أسوان كبير جدا، ده أدى إلى نزوح الكلاب الضالة بقى من الجبال إلى داخل المدينة. طبعا طبيعة الحيوان اللي هو بيبقى قاعد في مكان هادي مسالم مع نفسه، فجأة لقي نفسه نزل وسط المدينة، فابتدى في حاجات، يعني إما في كلاب ممكن تعمل عقر للبني آدمين من الخوف للأسف. بتلاحظ حضرتك ممكن كلب يجري ورا عربيه وهو ماشي، كلب يجري ورا طفل وهو ماشي، فابتدت تنتشر الظاهره دي، حصلت حالات عقر كتيره في محافظه اسوان، الموضوع كبير ووصل لسياده المحافظ، اتعرض عليه اكثر من مره حاله عقر، يعني مستشفى الحميات استقبلت حالات كتيره، فابتدى سياده المحافظ يفكر في القصه دي، فقال لك ما نعمل مجمع يلم الكلاب الضاله دي مع بعضها. فدرسنا الفكره ومعالي درس الفكره كويس جدا، واوصى مجلس المدينه بقى يدور على مكان نقدر نحتفظ بيه بالكلاب الضاله. فعلا وصلنا المكان وحددناه على مساحه تقريبا 2500 متر مربع، وابتدى طرحنا الموضوع للاسكان، يعني رسمنا رسومات، دي بتوع الاسكان مسؤولين الاسكان قعدوا مع الطب البيطري وقالوا انتوا ايه اللي مطلوب بالظبط كده، فقلنا هنعمل المكان ده على نصين، نص للحفاظ على الخيول ونص للحفاظ على الكلاب الضاله. الكلاب الضاله هنبدا نوفر مكان بغرفه عمليات، هنبدا نجمع الكلاب دي من الشوارع، قلنا هنجيب كاتشر راجل مدرب، الكاتشر ده راجل مدرب بيبدا يصطاد الكلاب دي من الشوارع، هنحتفظ بيها داخل الشيلتر، هتجرى ليها عمليات، الذكر هنخصيه والانثى هنشيل منها البيت اللي هو المقصود اساسا لعمليه التلقيح، يبقى عملنا عمليتين، واحده للذكر واحده للنتايه، وبعد كده هنحصنهم ونحتفظ بيهم لمده 3 4 ايام بعد العمليه، وبعد كده نطلقهم تاني في الشارع. هيبقى ماشي امن، انا ماشي مش خايف من الكلب اللي ماشي جنبي، الاطفال مش هتبقى خايفه، خصوصا الموسم اللي احنا فيه او اليومين دول موسم المدارس، الاطفال بتنزل الشوارع من الساعه 6 صباحا رايحه المدرسه، هم اللي بيتعرضوا اكتر لحالات العقر بالنسبه للكلاب. ده حقيقي. الجزء الثاني من الشيلتر، الجزء الثاني من الشيلتر هيبقى على جزئين، الجزء الثاني عندنا بتبقى فيه حصين شارده ودواب ضاله، عندنا في قضايا بتخلص عن طريق النيابه وبيصدر فيها قرار من وكيل النيابه التحفظ على الدابه او الخيل اللي كانت مشاركه مع الراجل اللي قام بعمليه اجراميه، زي مثلا سرقه غطيان البلاعات منتشره اليومين دول برضو، فالنهارده بيتقبض عليهم بتعرضوا على النيابه، فوكيل النيابه بيقول لك يحفظ الحيوان. للطب البيطري بيبقى في مكان يتحفظ فيه حيوان ضال زي كده، الحيوانات المقبوض عليها زي كده، ولا مجلس المدينه، زمان مجلس المدينه كان فيه تبعه اسطبلات بنحتفظ بيها بالحاجات دي. طبعا مع التطور ما فيش بقى فيه استخدام لا للخيول ولا للدواب. وتحولت المخازن بتاعت مجلس المدينه دي الاماكن لايواء السيارات دلوقتي، مش لل فبرضه بتبقى بتواجهنا مشكله كطب بيطري، احنا نودي الحيوان ده فين؟ فسياده المحافظ قال لك نبني جزء لده وجزء لده. لكن الحيوانات الخيول والاحصنه هيتم الاحتفاظ بها بشكل كامل في اماكن الايواء، يعني على عكس الكلاب اللي حضرتك قلت اللي بيتم اطلاق سراحها بعد تعقيمها او يعني تحصينها باللقاحات. بالظبط كده، ما هو الحيوانات اللي هي بتبقى شارده سواء الخيول او الدواب هي ليها اصحاب، بس فجاه بتلاقيها في الشارع مش معروف مين صاحبها. تمام. لكن هل هيتم تدريبها استغلالها بشكل او باخر بعد كده؟ بقى ويروح ياخدها من المكان،
برضه القضيه بتبقى لفتره معينه لغايه ما بينتهي الحكم ويسلم بقى الحيوان ده لصاحبه لقريبه حسب ما انتهت القضيه بايه وقرار المحكمه بيبقى ايه في القصه دي. طيب دكتور مدحت، حابين نعرف حضرتك الجدول الزمني المحدد لافتتاح هذا المجمع، كمان ايه هي المواصفات اللي بيتم مراعاتها في اختيار المكان وفي ايضا تهيئه القائمين على هذا المجمع للتعامل مع الكلاب الضالة والأحصنة الشاردة؟ احنا عندنا بالنسبة للكلاب الضالة هيبقى في فريق طبي موجود، طبيب اطباء بيطريين، جزء هنستعين منهم الحكومة وجزء هيتم تعيينه تعيين خاص، لان احنا بمجرد ما هنبني الشلتر وسياده المحافظ حاطط فتره 6 شهور للانتهاء من بنى الشلتر، عايزه بسرعه جدا. احنا كان في الاول المشكله المكان يكون فين ويبقى قريب ما يبقاش بعيد عن المدينه، لان برضو المدينه محكومه كاماكن، بس احنا ربنا وفقنا ولينا مكان يعتبر قريب في وسط المدينه، يعتبر جنب مجزر اسوار في الشلال، فالمسافه مش بعيده. دي نمره واحد. نمره اثنين، الفتره الزمنيه ليها هتبقى حوالي 6 شهور تقريبا. نمره ثلاثه، جزء الاحصنه اللي هو الجزء اللي هيبقى خاص بالاحصنه والجزء الخاص، كل واحد هيبقى له بوابه دخول لوحده، بس من الداخل في طرقه هيقدر يمشي منها العامل، انما كبوابه دخول واستقبال حالات كل واحده ليها بوابه للدخول والاستقبال الحال. بالنسبه للرعايات الطبيه هتبقى في اوضه عمليات واوضه صيدليه واوضه تحضير طعام، وهنعمل زي ريسبشن كده لاستقبال الزائرين، لان احنا برضه سياده المحافظ في فكرته عايز يطور جزء من السلالات من الكلاب دي، في سلالات يعني تعتبر بلديه اصيله موجوده وسط الكلاب دي، فاحنا في اجزاء في بعض من الحيوانات بعد ما تم عمليه الخاص ليها هنحتفظ بيها، واخد بالك، هنعمل زي مزار للكلاب الضاله دي، في اجانب بتحب الكلام ده، فاحنا طبعا بعد ما هنبدا نحط البذره ويبدا المبنى يبان هنطالب بقى مجتمعات المدنيه والجمعيات حقوق الحيوان يجوا بقى يساهموا معانا، لان احنا هنبقى محتاجين اجهزه، محتاجين ادويه، محتاجين نوفر طعام للكلاب دي يوميا، يعني لغايه ما الجزء هيتعمل له عمليات ويطلق بره وجزء هنحتفظ بيه، فلازم تبقى في مشاركه مجتمعيه. صحيح. كامله. صحيح. دور حكومي ودور مجتمعي الاثنين بيتحدوا مع بعضهم عشان تبقى الصوره في النهايه كويسه ولائقه بالمحافظه، بالمنظر اللي هو سياده المحافظ ده بيبص له، هو بيبص على، مش ان انا هجيب كلب اعمل له عمليه اقول له مع السلامه، لا، هو بيبص من ورا الموضوع ده، لا، هيبقى في جزء حضاري انت تقدر بيه تعمل دعايه برضه من خلال ليها بعد كده كمان مردود اقتصادي، يعني اكيد ليها كمان مردود اقتصادي بعد كده دكتور كمان. وهيبقى في دور اقتصادي، لان فعلا في بعض الاجانب بتعجبه حاجات فعلا بيجري انه يشتريه ويرخصه وياخده معاه. طيب يعني هل هذا المجمع من المخطط ليه ان هو يستهدف محافظات ثانيه ولا هيكون مقتصر على محافظه اسوان فقط؟ لا، هيبقى طبعا صعب محافظات ثانيه استاذه ليلى، هيبقى صعب المحافظات الثانيه، انما يعني هيبقى يا دوبك محافظه اسوان. طب هل في مثلا برضه طويله يعني كمسافه، احنا من اسوان لابو سمبل 300 كيلو ومن اسوان لغايه السبعيه حوالي 130 كيلو، فانت بتتكلمي على محافظه طوليه تقريبا حوالي 450 كيلو متر. لكن هل في طيب مخطط لحيوانات اخرى ضاله يعني غير الخيول او الدواب والكلاب ولا هيقتصر على الحيوانات دي فقط؟ لا، الحيوانات دي فقط في الشلتر، لان مش هيبقى في اماكن ثانيه، احنا الرسومات الهندسيه اللي اتحطت للخيول وللدواب، بالاضافه النص الثاني هيبقى للكلاب. طب هل احنا محتاجين اكتر من مجمع كمان؟ يعني حضرتك بتتكلم على مساحه يعني جغرافيه كبيره جدا، بتتكلم على 300 كيلو اكتر، فمجمع وحيد لا يكفي للكلاب الضاله او لحل المشكله دي اللي حضرتك قلت في اول المداخله يعني تمثل ارق شديد جدا للاطفال والناس ان هم يمشوا في الشوارع بقى فيه كلاب ضاله ممكن تقوم بعقرهم يعني. بالظبط. مكان واحد لا يكفي، هل في مخطط لاماكن اخرى كمان في اسوان؟ المخطط مستقبلا يعني احنا اتفضل. المخطط مستقبلا ان شاء الله احنا عندنا مثلا زي مستشفى بروك في اسوان. مستشفى بروك في اسوان معاها عربيه بتطلع للحيوانات، هي مخصصه لعلاج الخيول والدواب فقط لا غير. هي يعني كجهه او كمشروع داخل مصر بيعالج الخيول والدواب مجانا بالنسبه للاهالي. لما بدات بروك في اسوان
بدأت الأول بعربية بتنزل الأسواق عشان تعالج الحاجات اللي زي كده. احنا برضو هنبدأ بعربية هتنزل مثلا النهاردة الكاتشر هيبقى موجود مثلا في مدينة إدفو، هنصطاد ونجيب في العربية دي ونوصل لغاية الشلطة مؤقتا لغاية ما نشوف الاستيعاب ايه والحجم بتاع الكلاب ايه. جايز ممكن مستقبلا نعمل حاجة مثلا في مدينة زي إدفو بعد أسوان ب 130 كيلو آخر حدود أسوان، بعد كده هنخش على محافظة الأقصر. فهو ممكن مستقبلا بقى هيكبر ازاي المشروع، الدنيا هتتطور ازاي، السيارات هيتم توفيرها ازاي، سيارات مجهزه ان انا اصيد واجمع فيها الكلاب واوصلها لغايه الشلطه. مستقبلا بقى ده هيبقى ازاي، لسه الرؤيه ككامله كمستقبليه على الاعداد اللي هتبقى موجوده ازاي لسه مش باينه. الحقيقه هي فكره متميزه يعني هتحل مشاكل كتير، وكمان زي ما حضرتك ذكرت ليها مردود على مختلف الاصعده. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور مدحت رمزي مدير عام الطب البيطري باسوان.